اهلا وسهلا بجميع الساده المشاهدين عبر الشاشه الزرقاء وجميع المستمعين عبر اثير الموجه 91 اف ام، وايضا جميع متابعينا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. وصلنا لموضوع الحلقه وهي دردشه يعني خفيفه بيناتنا بنناقش فيها قضيه مهمه جدا، ونحن داخلين على شهر فضيل، شهر مبارك، ربنا يعني يعود علينا تامين ولامين. حنتكلم عن قيمة عالية جدا، قيمة نحن حقيقة محتاجين لها. معنا حيكون الكوتش مهيرة عثمان طه، هي معلمة ومرشد وأيضا مدرسة. حنتكلم معها عن قيمة التكافل في المجتمع وإحنا داخلين على شهر رمضان المبارك. كوتش مهيرة صباح الخير عليك. مرحبا بكم، اهلا بك. ونحن يعني مقبلين على شهر رمضان المبارك، حنتحدث الليلة عن التكافل والتراحم ويعني تعريف التكافل. وتكافل هو يعني كل ما تحدث في المجتمع إنه يشعر بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه الأشخاص الآخرين، صحيح. كلام جميل جدا أستاذة مهيرة، بس ممكن يعني تخفضي صوت التلفزيون وتتكلمي مباشرة معنا عبر الهاتف عشان نستمع بصورة واضحة. مرحبا مهات، قيمة مهمة جدا كلنا، وإنه أي جلد إنه عنده حقوق نتمتع بها وواجبات بسبب العملاء، وهو مفروض واجبات تجاه المجتمع. والدين الإسلامي حتى دائما على التكافل الاجتماعي، والمقصد إنه التكافل يكون ما يكون حكر على دول بس، لا جيران، ناس، العائلة البعيدة، زملاء العمل والزميلات. والتكافل مبادئ إسلامية في ثورات وتغيراتنا، وتزيد من قوة الأخلاق وقوة التماسك وقوة المسؤولية المجتمعية بين. أكيد. كلام جميل جدا. نشوف أهمية التكافل في مجتمع يعني زي مجتمعنا السوداني، هو مجتمع يعني معروف إنه مجتمع مترابط جدا. أكيد هو مهم جدا، لكن نحن بنمر بظروف راهنة، نقول الظروف الاقتصادية والسياسية كلها، في بعض الأشخاص بتلاقي يعني أنا ما قادر على نفسي. يلا نحن ورينا نتخلص من مفاهيم الأشخاص الأديب، وممكن تكون هي أنانية. كل دولة تكفي والعطاء بيجيب بعطائك المعنوي والمادي، التكافل حتى ممكن يكون ما في شكل مادي بس، حتى في سبورت سواء كان عن طريق كان الكلمة لطيفة تكافل، زيارة تكافل، كل هي تكافل. وأنا زي ما قلت يمكن عظيمة وكبيرة، ما ممكن نتجاهلها إطلاقا، وبأجل تحسين هائل في المجتمعات والأوضاع المعيشية والتعاملات بين الناس بصفة خاصة. والخير يعم كل الناس، ونحن زي ما قلت يا نهاد مبدئين على شهر فضيل، صحيح، القيم الفضيلة. صحيح. زمهيرة، بما انك يعني مرشد تربوي وبتعلمي كثير من الاجيال، اهميه يعني تعريف الاجيال الجديده والاجيال يعني اللي هي بنعتبرها ذخر لهذا المجتمع، تعريفهم بطريقه يعني قدر عقولهم بقيمه التكافل. اكيد نحن نتفق إن التكافل تكون واحدة من مبرراتنا ومناهجنا الدراسية إن شاء الله بإذن الله تعالى. يقدر المعلم كبير جدا الإرشاد والتنظيم داخل الصف، وأكيد في أنشطة الله تكون تطوير الصلاح، النشاط، القيم، العمل التطوعي داخل المدرسة، وفاة المدرسة، التعامل مع الدورة المختلفة، كل الحاجات دي بتأكد وتحرص تماما على أهمية نقل المعاني ونقل الثمرات المثمرة، وكل الحاجات الجميلة يا نهاد اللي بنحطها أو نصنعها في الطلبة. كيف تعليم مباشر وتعلم نشط، انه ننقل كل الصفات الجميله بأسلوب ونربيهم على كده ونعلمهم كده، اكيد بيبقى تعاون كبير جدا من الاسر.
صحيح أستاذة مهيرة، وبما أنه الأقربون هم الأولى بالمعروف، خلينا نشوف يعني أشكال التكافل داخل الأسر الصغيرة وأيضا الأسر الممتدة. الأسر الصغيرة المهام في البيت مهام داخل البيت، الأهل عليه العدة من نول عليه والغسل من نول عليه، مهام الأم انه احيانا بتجي شكاوى بتجي استشارات من بنات ومتحنات انه انا يعني دائما علي الحاجات زي كذا، تتواصل ما بين الاسره كلها جميعا بتقسم المهام بصوره حتى مع الاقتصاديه، يعني المواد الغذائيه داخل البيت في بدايه الشهر رمضان ما نضغط على طرف واحد، الضغوط بتكون على الزر واحد، كل الناس تشارك مع بعض، كل الناس تتكافل مع بعض تجهز الحاجات بصوره داخل الاسره. واكيد عندنا مثلا المتحنين يعني هذا بنات في رمضان ابنائنا وبناتنا اكيد في حاجات كثيره انه الاسره مو تنفع الحدث. المحور الثاني اللي خارج الاسره انه يا جماعه نشوف متعففين من اسرنا من جيراننا من صحبات من زملائنا جنب العمل، رمضان شهر الخير شهر البركه شهر الدعم. يا سلام. طيب استاذه مهير، يعني التكافل هو ما تكافل يعني بيجيب على قيمه ماديه فقط، وحقيقه ان احنا محتاجين لها يعني، لكن في تكافل ايضا معنوي، عايز نعرف اشكال وانواع التكافل. طبعا التكافل عنده انواع كثيره، في التكافل المعيشي زي ما ذكرت قبل شويه، في التكافل الاجتماعي اللي هو بالزيارات بالتكافل كل مرحله تكون، يعني هذا هو التكافل زي ما قلت انه الناس عندنا في ناس عندهم استقبال عاليه وعاملين دراسات عليا، انت ما تكون سبورت او دعم للناس المبتدئين بكل احترام التكافل، كل يوم تجيه مع هذول ايام امتحانات ايام ازمه او عندهم مشكله سواء مشكله جنسيه اسريه او معيشيه غيرها، برضه نوع من انواع التكافل المهمه جدا. الاهم التكافل اللي بنتكلم عنه صحيح كلام. طيب استاذه مهيرة، وانك من الشباب يعني الناشطين جدا وانسانه مؤثره جدا، بنشوفك في حتات مختلفه وفي حتات مهمه جدا، دعوه للجميع.